أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية اليوم عن أسماء المكرمين بجائزتها للعام 2024، وتم اختيار المكرمين لهذا العام من قبل لجنة تحكيم مستقلة اختارتهم بناء على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستوى المحلي والدولي. وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم التكريم الذي يقام يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. تتواصل فعاليات ومسابقات المحطة الختامية للدورة 17 من مهرجان الظفرة بمدينة زايد في منطقة الظفرة، ومن ضمن فعاليات المهرجان بطولة الرماية التي تساهم في صقل مهارات الدقة والتركيز وتقوية الإرادة والعزيمة وفق أحدث المعايير والأسس العالمية. توفر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي منصة ترويجية وتسويقية مبتكرة داعمة للمنتجين المحليين، وذلك بما يتسق مع أهداف الجائزة في تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي. وتنظم الجائزة 9 مهرجانات متنوعة في مقر جناحها بمهرجان الشيخ زايد في الوثبة في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من المزارعين المحليين وحضور كبير من الجمهور من مختلف الفئات العمرية. تصدرت فعاليات الدورة 4 من حملة أجمل شتاء في العالم المشهد السياحي في دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري الذي حافظ على زخم المهرجانات والمعارض التي تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين والزوار. وبرز خلال الأسبوع الجاري إعلان عدد من الناقلات الوطنية الجوية عن توسيع شبكات وجهاتها حول العالم أمام المسافرين في دلالة على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.